Jumana Kairouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Jumana Kairouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Jumana Kairouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Jumana Kairouz protect your rights. Call the law offices of Jumana Kairouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. مكتب المحامية جمانة كيروس يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة والخبرة غير ضرورية. الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. للراغبين بشغل هذه الوظيفة الاتصال بمكتب المحامية جمانة كيروس على رقم 248-557-3645 248-557-3645. مكتب المحامية جمانة كيروز يعلن عن استقبال الموكلين والمراجعين في العنوان الجديد 24370 Northwestern Highway Southfield على مسافة قريبة من موقع المكتب القديم. مكتب المحامية جمانة كيروز يتعامل مع كافة قضاياكم المتعلقة بالإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة، والاستشارات مجانية. 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جمانة كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جمانة كيروس. وحلقة اليوم مخصصة ككل يوم اثنين مع قضايا الهجرة والتجنس والمحامي سام سيف. نوجه عناية مستمعينا أن مكتب المحامية جمانة كيروز انتقل إلى موقعه الجديد، وهو يقع بالقرب من الموقع القديم، والعنوان تحديدا هو 24370 Northwestern Highway في مدينة ساوثفيلد، ويستقبل مراجعيه على هذا أو في العنوان هذا وهو العنوان الجديد. وبإمكانكم الحصول على استشارات مجانية في قضايا التي يتعامل معها المكتب، وهي قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، قضايا الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة. رقم الهاتف في مكتب المحامية جمانة كيروز هو 248-557-3645. وبإمكانكم أيضا المشاركة في البرنامج على الهواء، والأرقام في الاستوديو هي 313-769-6666 519-256-1023، وعلى الواتساب دائما 313-327-7074. ولا ننسى أن نذكركم بإمكانية مشاهدة هذه الحلقات والاستماع عليها مرة أخرى، حلقات برنامج جور رايتس على قناة جمانة كيروز على اليوتيوب، وبإمكانكم استرجاع هذه الحلقات مرة أخرى ومتابعة المعلومات التي وردت فيها عبر زيارة قناة جمانة كيروز على اليوتيوب. تحياتنا لكم جمانة، مساء الخير. مساء الخير رامي، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله كان ويكند جيد وممتع ومريح. أكيد، نرحب بك جمانة في هذه الحلقة في ظل هذا الطقس السيء يعني، والتحذيرات من العاصفة الثلجية. نتمنى السلامة لكل الأشخاص اللي حاليا يستمعون أنهم على الطرقات. الجميع يا رب، ومساء الخير لكل المستمعين، ومساء الخير لضيفنا لليوم مثل كل نهار تنين المحامي سام سيف. حلقة نهار التنين بتكون مسموعة من قبل كتير من الأشخاص اللي بينتظروا ليعرفوا شو آخر المستجدات في عالم الهجرة والتجنس، واللي بيحبوا يتصلوا ويستشيروا المحامي سام بمواضيع الهجرة والتجنس. مثل كل نهار تنين بنبدأ بالبداية بأي تغييرات، أي مستجدات بحب يلفت لنا النظر إلها، ومن بعدها منبلش نتقبل اتصالات المستمعين. سام، يا أهلا وسهلا فيك. مساء النور جمانة ورامي، ورحب بالمستمعين ويانا اليوم. مساء النور سام. I hope you had a good weekend. I did. Thank you, Jumana. It was very nice to spend time with the family. Very good. مثل كل
بداية نهار تنين بتقلنا آخر المستجدات قبل ما نبلش نتقبل اتصالات، وعنا كتير أسئلة كمان تحت الهواء اجتنا على السوشيال ميديا إذا سمح لنا الوقت نتطرق عنها. تفضل بالبداية سام بليز. نعم شكرا جمانة. طبعا هاليوم عندنا ثلاث نوع معلومات وأخبار أريد نقدمها للمستمعين. أول شيء خبر جديد وجيد للأشخاص اللي يفكرون يريدون يقدمون على الجنسية، لو اللي قدموا على الجنسية خلال آخر شهرين لو ثلاثة. تعرفين جمانة أنه بداية شهر 12-2020 غيروا الامتحان الجنسية، سووا أصعب، غيروا الأسئلة و يعني صارت الأسئلة أكثر من 100 سؤال الشخص لازم يتعلم إلى 128 سؤال، وإضافة على هذا غيروا العدد الأرقام الأسئلة اللي يسألوها بالمقابلة من 10 إلى 20 سؤال، وطبعا الأشخاص لازم يحصلون 12 من 20 سؤال صحيح يجابون عليهم صحيح، بدل ما الامتحان السابق اللي جابوا بس لازم كانوا يجابون 6 من 10 أسئلة صحيح. الخبر الجديد أنه البايدن أدمينستريشن يريدون يرجعون الامتحان مثل ما كان قبل هذا التغيير. ما عندنا كلمة يعني محددة 100% أنه هذا الشيء راح يصير، بس كنا نتوقع أنه هذا الشيء راح يصير وبعدها ما صار. يعني الحكومة هي بنفسها ما قالت هذا الشيء، بس كان خبر بوحدة من النيوز ستيشنز اللي قالوا هذا الشيء، ونخمن أنه خلال الأشهر الجاية راح ينفذون هذا القرار. نعم. الخبر الثاني يخص الأشخاص اللي يفكرون يريدون يقدمون على student visa من برا البلد. حاليا بسبب الكورونا فيروس والتوقيف لعدة من الدول من حصول على أي نوع فيزا للولايات المتحدة بسبب كوفيد، student visas متأثرين بهذا القرار بكوفيد، وأكثر شيء من دول الأوروبية من برازيل من تشاينا وغير دول. فقبل كم يوم البايدن أدمينستريشن قالوا حتى لو إذا أكو هاي الترافل بان موجودة بسبب الكورونا فيروس ضد حصول الفيزاز، الستودنت فيزاز راح يخلوهم يحصلون ستودنت فيزاز، الF1 والM1 student visas من الدول الأوروبية وبرازيل وتشاينا وغير دول. فهذا خبر جيد للأشخاص اللي كانوا منتظرين يجون للولايات المتحدة بس ما قدروا بسبب هذا البان، هسه راح يقدرون يحصلون الفيزا ويسافرون للولايات المتحدة على student visa. والثالث خبر يخص الأشخاص اللي مقدمين على الفيزا اليا نصيب الدايفرسيتي لاتري فيزا. احنا حكينا عدة مرات بالأشهر السابقة انه الأشخاص اللي كانوا مقدمين على الدي في لاتري 2020 يعني اللاتري اللي خلصت بسبتمبر 30 2020، معناته إذا الشخص ما كان محصل الفيزا بإيده بذاك التاريخ سبتمبر 30 2020 راح تروح عليه الفيزا. ونعرف بسبب الكوفيد بان اللي صارت بداية شهر الرابع 2020 كثير الناس أكثر من 40 ألف شخص اللي كان محصل الدايفرسيتي لاتري غلب اليا نصيب بس ما قدر يكمل على المعاملة، ما قدر يحصل الفيزا. هواي ناس خسروا الفيزا بسبب هذا القرار. بس
صارت قضية بالمحكمة ضد الترامب administration في ذاك الوقت، والمحكمة قالت أنه الـ Department of State الـ US Embassy دائر مدار العالم المفروض يحاولون يستمرون يعطون أكثر عدد فيز قبل سبتمبر 30 2020. ما نعرف بالضبط كم شخص قدر يحصل فيزا، بس حتى لو حصل فيزا ما قدر يسافر للولايات المتحدة بسبب الكوفيد ترافل بان اللي بريزيدنت ترامب نفذ بداية شهر الرابع 2020، ولي هسه مستمرة الاكسبيريشن ديت مالتها مارش 31 2021. فالتأثير هائل كان على الناس اللي حصلوا الفيزا قبل سبتمبر 30 2020 واللي ما حصلوا الفيزا قبل هذا الوقت. فأثناء ما مشت المحكمة الأشخاص اللي مقدمين الشكوى ضد الحكومة الأمريكية حصلوا class certification. class certification يعني مو بس شخص لو شخصين لو عشرة مقدمين شكوى ضد الحكومة، لا، أنه الأشخاص اللي مقدمين الشكوى ضد الحكومة رح يكونون هم اللي ما أعرف شون تفسريها جمانة، بس هم اللي representative، يعني شي يصير بالقضية مالتهم رح يصير للقضايا اللي ناس اللي أساميهم ما موجودين بالقضية، يعني بس تأثر عليهم. العفو؟ قصدك class action؟ نعم. أوكي. نعم، فهاي class action قبل كم يوم صارت حركة بالقضية، ويجوز يحاولون يفتحون الطريق للأشخاص اللي حصلوا فيز للولايات المتحدة بس ما قدروا يدخلون الولايات المتحدة بسبب البان. يجوز رح يوخرون البان بس اللي هذول الأشخاص قبل مارش 31st بسبب أنه الفيزا بيها expiration date. إذا الفيزا رح تصير expired، لو صارت expired حتى لو حصلوا الفيزا ما رح يقدرون يدخلون وما رح يقدرون يجددون الفيزا. فالخبر الجيد أنه المحكمة قالت رح تخلي على الأقل 9000 فيز ما رح تطيها بهاي السنة 2021 على مود تخلي هذول الأشخاص إذا يستحقون يأخذون الفيز رح يطوهم فيز ويخلوهم يجون للولايات المتحدة. يعني الجيد بهذا الخبر أنه أكو أمل للأشخاص اللي كانوا مقدمين على الدايفرسيتي لوتري لسنة 2020 ما حصلوا الفيزا، لو حاولوا يحصلون الفيزا وما نجحوا، لو حصلوا الفيزا وما قدروا يجون، هذول كلهم لهم أمل يجون للولايات المتحدة بس المفروض يتابعون هاي القضية. وآخر يعني خبر على هذا الشيء، الأشخاص اللي ما قدروا يحصلون فيزا appointment interview قبل سبتمبر 30th أحسن لهم أنه يحاولون يحصلون appointment حتى بهالوقت، يدزون مسج لو إيميل لو يخابرون الـ US Embassy حتى لو الـ Embassy بس دودة يحاولون يحصلون interview appointment. وإذا كانوا محظوظين وحصلوا interview appointment رح تكون أسهل أنه يقدرون يحصلون الفيزا حتى لو فات سبتمبر 30 2020. يحاولون شو يعني إذا ما عم يقدروا يحصلوا على appointment شو بيقدروا يعملوا؟ الفكرة أنه إذا هم حاولوا يحصلون فيزا appointment والستيت ديبارتمنت ما قبلوا يطوهم لو ما جابوا عليهم رح يكون وضعهم أحسن بالكلاس أكشن القضية اللي هسه ماشية، لأنه هذول الأشخاص رح يحصلون أولوية
لفيزا appointment إذا المحكمة تأخذ قرار أنه الـ US embassies يعطون فيزا appointments لهذول الأشخاص اللي حاولوا يأخذون فيزا appointment. هي محاولة علماً أنه يمكن ما يقدروا ينجحوا بهيدي المهمة. إذا حاولوا يأخذوا فيزا appointment هيدي بتقويلهم البوزيشن تبعهم بقلب الكلاس أكشن لوسوت. صحيح، راح يروحون راح يوصلون لمرحلة الأشخاص موجودين بالكلاس أكشن اللي ما قدروا يحصلون فيزا appointment، مو بس اللي ما حاولوا يحصلون فيزا appointment، فالبوزيشن مالتهم راح يكون أحسن. أوكي، هل خلصنا هيدي النقطة على الدايفرسيتي لوتري؟ لأنه في عندنا متصل بس منحب نكمل معك نخلص النقطة بالأول. نعم، خلصنا النقطة، ونتمنى أي شخص اللي كان يسمع على هاي المعلومات اللي هسه أعطيناها على الدايفرسيتي لوتري، إذا عندهم أهل برا الولايات المتحدة يجوز ما يسمعون الراديو ستيشن، يبلغوهم بهاي المعلومات. Thank you very much على هيدي النقطة المهمة. بناخد أول متصل لليوم وبلشنا نتقبل اتصالاتكم. موضوع الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف، 313-769-6666، الواتساب 313-327-7074، من خارج الولايات المتحدة 519-256-1023. استاذ كامل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس عندي سؤال للمحامي. نعم تفضل. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. بس انا مقدم معامله مشمل لزوجتي تاريخ 8/1/2020، دزولي قالوا لي احنا استلمنا المعامله، ولا هاللحظه ما ردوا لي اي جواب. انت عندك جنسيه لو جرين كارد؟ اي لا جنسيه. وزوجتك بيا بلد عايشة؟ بالعراق. حاليا معظم القضايا لم شمل متأخرة بسبب كوفيد. احنا عادة نشيك اونلاين، اكو ويب سايت على USCIS يعطي الاوقات اللي USCIS تاخذ على متعطي جواب على هالانواع القضايا. وحاليا I-130 القضية اللي لم شمل لspouse of U.S. citizen كاتبين من 14 شهر إلى 22 شهر يلا يطون قرار. طبعا هذا الشيء جديد، كان سابقا يأخذون بس 6-8 أشهر قبل يطون جواب، بس بسبب كوفيد والضغط عليهم صعدوا هاي الأرقام. وأحنا يعني نقدم مئات من هاي أنواع القضايا كل سنة، ونشوف حاليا حتى لو هم كاتبين 14 شهر إلى 22 شهر، حاليا يأخذون فد سنة لسنة وثلاثة أشهر قبل لا تحصل جواب. فإن شاء الله قريب. يعني من 8/1 حتى، يعني أنا منفتح الويب سايت يقول لي إحنا استلمنا بيوم 8/1/2020 معاملة ماتك، وإحنا إذا قبلناها راح أرد لك الجواب. نعم هم استلموا القضية، فالخطوة الثانية أنه راح تحصل لو request for evidence، يعني يريدون بعد معلومات، لو يطوك الapproval. فماكو أي شيء ثاني أنت راح تحصل بس هذن الاثنين. فإذا بدوا يشتغلون على القضية مالتك لو يطوك الـ request for evidence، لو يطوك الـ approval، وإن شاء الله عن قريب خلال الكم شهر الجاي راح تحصل جواب إن شاء الله. عندي سؤال ثاني ساسيب. نعم. إذا أريد أقدم طلب فيزا زيارة زوجتي، يعني تجي زيارة لمدة 3 أشهر أو فترة، يعني قد هي تجيني، ممكن أقدر أقدم لها وما يأثر على المعاملة؟ حاليا ماكو أمبسي راح تعطي زوجتك فيزا زيارة بأثناء ما عندها معاملة لم شمل. أكو كلام بالبايدن أدمينستريشن أنه يريدون يبدون ينفذون قرار مثل هذا الكلام اللي لو الطلبات اللي أنت تسأل عليه، طلب الزيارة بأثناء ما أكو معاملة،
بس لي هسه ماكو هيك قرار، ف يعني ما راح تقدر هي تحصل فيزا زيارة بأثناء هذا الوقت. تقدر تحاول تقدم على غير نوع فيزا يسموه K3، بس هذا K3 ياخذ نفس الوقت اللي ياخذ النوع المعاملة اللي انت قدمتها، فما يفرق يعني ما راح تساعدك اذا تقدم على K3. فال مثل ما نقول بالعراق الزبدة انه لازم تنتظر الفتى لحد ما هي تقدر تحصل الفيزا وتجي. يعني هاي الفيزا زيارة او فيزا K3 نقول حاليا مش شبه متوقفة او ما موجودة اصلا، ما موجودة للشخص اللي عنده معاملة لم شمل. اللي عنده معاملة لم شمل ما يقدر يقدم عليها. يقدر يقدم بس ما يطو ابد ما يطو. شكرا وموفق يا رب لك ولزوجتك. وعنا كتير متصلين اليوم، لح ناخد الأستاذ أبو سمير ومن بعده الأستاذ أميد. أستاذ أبو سمير نعتذر نضطرتك، تفضل. ما بيأسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي سؤال للسامو، عندي سؤال لجمانة. أول سؤال، أنا مقرب وراء، أخذت جنسية من 3 سنين وقربت وراء لإخواتي بلبنان. إذا في شيء قانون بعجل لوراء أو قدام الدوائف اللي 3 سنين مقرب أنا. والسؤال الثاني لجمانة، إذا بدها تعمل حلقة عن حوادث السيارات. بس بجاوبك على هذا السؤال نهار الأربعاء بإذن الله إن شاء الله. نعم. ونجاوبك على سؤال الهجرة. عادة النوع هذا من القضايا يأخذن 14 سنة، وحاليا ماكو أي طريقة تقدر تسرع المعاملات. ما في أي طريقة، بدنا ننطر يعني. نعم للأسف. أوكي. هل ممكن، بعتذر استاذ ابو سمير، هل ممكن البايدن ادمنستريشن لانه عم تشتغل على الامور بطريقه سريعه انه تسرع الوقت؟ يعني المعلومات لحد هلا هي 13 ل 14 سنه، صار لنا سنتين بنسمع اقسام بتقوم ذات الشيء. That was under the Trump administration. هل ممكن the Biden administration تقرب هيدي الامور وتسرع، بعتذر، هيدي الامور ولا لا؟ يقدرون يحاولون يسرعون هذا الوقت إذا يصعدون أرقام الأشخاص يقدرون يحصلون فيزا كل سنة. حالياً للأخوان الـUS citizens اللي عندهم معاملة لم شامل pending، بس يعطون 23,000 بالسنة لهذول الأشخاص، العفو 23,000 وفت 500 فيزا بالسنة. فإذا تبقى تستمر على نفس الأرقام، يعني إذا ما يصعدوها من 23,000 خلينا نقول إلى 50,000، إذا هواية ناس تستمر تقدم رح تبقى 14 سنة، لو يجوز تصير أكثر. بس إذا يصعدون الأرقام رح أكثر ناس يقدرون يجون كل سنة، وطبعا يجوز يقدرون يقللوها بنص إذا يصعدون هاي الأرقام. بس نقطة توضيح حيدي للأشخاص اللي بدون يقدموا، لنقول صعدوا الأرقام للخمسين ألف سنوياً، هل عم بتقول اللي حيقدموا بالمستقبل يجيبوا ريبينهم بطريقة أسرع؟ بس الأستاذ أبو سمير مقدم من 3 سنوات لأخوته، يعني ما it does not affect him حتى لو صعدوا الأرقام. It will affect him لأنه الأرقام حاليا موجودة لكل سنة. السبب أنه تأخذ هي 14 سنة لأنه مثل إذا ب 2021 صعدوا الأرقام لخمسين مو 23,000، يعني معناتها الأرقام الناس ب 21 سنة 21 وسنة 22 رح يحصلون الفيز سنة 21، فرح تقل الوقت اللي الباقي لازم ينتظرون لحد ما يوصل لهم الدور. يعني إذا علوا الأرقام اليوم للقول للخمسين ألف، يعني لح يبثوا بأمر 50,000 ملف مقدمين بالماضي. Absolutely. فهمت عليك. نعم. إن شاء الله
يا رب إن شاء الله خير. نحن عم نتقبل اتصالاتكم. موضوع الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف، عنا الأستاذ أميد، أرقام الاتصال 313-769-6666. ليلي بحب يبعث لنا راديو واتساب 313-327-7074. أستاذ أميد نعتذر. هاي تحياتي. Good afternoon. Good afternoon to you as well. أهلا وسهلا. عندي سؤال، أقدر أحكيها بالإنجليزي عادي مو مشكلة؟ تفضل. نعم تفضل. أوكي. سؤالين. السؤال الأول، أني my brothers my siblings I applied for IOM for them about more than 3 years ago. I came here on a case of HIV. This year is my year to become a citizen. Is there another option for me to bring my siblings and my mom over here when I get my citizenship, or do I have to wait? And if I have to wait, how long does it take for IOM case to start their process, especially at, okay. After the administration changed? Well, the current administration... I say something. If he is a green card holder, he has to wait until he is a naturalized citizen before he requests his siblings, correct? Siblings and parent, correct. And his mother and father as well. Yes, but he's talking about a program. It's called the Special Immigrant Visa. It's for those who have helped the U.S. forces... in either translation or help them in any other way, and their life is in danger because of being in Iraq, and maybe their family's lives are in danger. So once he comes as a SIV person, he can help his family come. It's sort of like a refugee process or refugee application, but it's slightly different. Omid, your idea is the SIV for your family is taking too long because of the IOM, and it will continue to take long. We're not sure how long it's going to take for a lot of cases to be processed, but they have increased the numbers. They're going to allow more people to come in. It's just going to take at least 6 months or more for the whole system to allow more people to come. So how much more is it going to take for your family to come on the SIV and the IOM program? I can't begin to tell you. What I can tell you is that if you become a U.S. citizen, you are able to bring your parent or parents a lot quicker through an I-130 Lem Shemel program. So it'll take about a year to a year and a half to bring your parent, but your siblings will still take a very long time if you file for them. Okay. Thank you so much. For my other question, if I want to bring somebody or somebody wants to come here through investment program, there are a few questions that I'm going to ask, and I hope that you take it and you answer it on your time. I'll just listen to it. I don't want to take too much of your time. So my question is starts like this. First, what is the minimum requirement for an investment to be accepted? Can anybody apply for that? How long the process will take? And one of the most important questions, when somebody decides to make an investment, to take get a green card, will they need to send the money over here? The money needs to be here. A little bit of explanation on that. I really, really appreciate it. No problem. You're welcome. So there are two types of investment visas. There's a non-immigrant visa and there's an immigrant visa. A non-immigrant visa is only a temporary visa. They grant it for 2 to 5 years, and then you can renew it an indefinite amount of times. There is no specific amount that has to be invested, but the problem with the E2 visa is that for most Middle Eastern countries, it's not available.
It's only Jordan, Egypt, and I believe Morocco are eligible for this type of visa. Most other Middle Eastern countries are not eligible for it. As far as the immigrant visa, it's the EB-5 program. It requires at least a $900,000 investment. The process can take anywhere from, 6 months or a year to start, up to 3 to 5 years to finish it off and get a permanent green card. This program does allow for somebody to get a green card. And the investment, to answer your last question, the investment has to be transferred from their country into the U.S. The investment has to have been started, and completed before you even file the application. Well, I just want to interject and say that the investment is $900,000 if you're investing in places like New York or California. But if you are investing in other areas, it can be a lot more. So the $900,000, they right. define it as being in a place where employment is needed, where it will have the most economic impact. And there are new rules as to where that's defined. And actually, USCIS has changed it to where they define those locations, even within certain states. So Detroit may, be one of those cities, or certain parts of Detroit, I should say, may be one of those cities where they would allow only 900,000. But if it was not considered as an area that needs employment, then the investment would be 1.8 million. Right, it will be double that. Yes. Thank you very much. Estes Umid, do you have anything to add before we take our next caller? I think he said he was going to listen off air. Oh, that's true. That's true. Yes. Thank you very much for the call. عنا الاستاذ علي على الخط ومن بعده السيدة مريم. عم نتقبل اتصالاتكم على 313-769-6666 مثل كل نهار تنين مع المحامي سام سيف هجرة والتجنس. والحلقة لح تكون قريبا بفضل الاستاذ رامي على جومانا كيروز يوتيوب شانل يلي بحب يتسمع له من جديد. استاذ علي تفضل. معك علي. I have one question. I was on H-1B visa, and then I got laid off, let's say, over 10 years ago, and I overstayed my visa. However, my daughter, on March, middle of March, she'll become 21 years old, and she's a U.S. citizen. Now, can she apply for me for adjustment of status? Absolutely. It's a and good how yeah, go ahead. And when can I start the process? Like, does it have to be on her birthday or a month before or a month after, and what documents are needed? So in case when I come to your office, what do I need to do? Well, usually for these types of cases, we need a little bit of time to put them together and to make sure we have a complete application. So if you want to apply as soon as your daughter turns 21 years old and not lose any time, March is less than 2 weeks away. So I would say, start the process as soon as you can. When she's eligible to file, we would then file the application. Okay. How long the I'm a U.S. graduate. I also can work, no issues. I'm an engineer by trade. So I was working for a Fortune 100 company. So, is there any obstacle? It's just a straightforward? How long it takes to get at least the work authorization so I can start working? Sure. So it's good that you have a degree. It's good that you have work experience.
To help you in your application. The public charge rule, the new public charge rule, still applies. So you'll have to prove you're not going to become a public charge. As long as your daughter can, makes enough income to be a sponsor, or if she needs a co-sponsor, you have one available, and you can show that you're able to work and your degree would allow you to make a certain amount of income, you should not have an issue in obtaining your green card, if there are no other underlying issues in your case. No underlying issues. Now, the other question is how long it takes from filing the application to getting at least the work authorization. Normally, and is there an expedited process for that? You can't expedite the work authorization. Normally, it takes 3 or 4 months, but we're seeing right now that it's taking at least 6 months to get the work authorization. Oh, you can't, like, for extra $1,000, like with the H-1B, they call it expedited process. Premium processing is not available for family-based cases or any part of the family-based case. Okay. And that's basically it. So it's no penalty. Do I have to go through a waiver process? I always filed for my taxes. Even when I'm not working, I have tax records since 98. So because you entered the U.S. legally, you entered on a visa, you were inspected and admitted by a Customs and Border Patrol officer, even if you overstayed your visa, because the person who is applying for you is what's called an immediate relative, your daughter as a U.S. citizen that's over 21, you are considered her immediate relative. They forgive the fact that you overstayed your visa by 10 years. And so you do not need a waiver to be able to get your green card while you are in the U.S. You don't have to go back home to get a visa to come back into the U.S. You can complete the process of adjustment right here in the U.S. One last thing. Are there penalties? Like, for example... No penalties. What I'm saying, when I was on H-1B, I had a social security and a driver license. So then what happened after that, for some years I kept working on W-2. In the old system, they used to check your social security card and the driver license. And my social security card is like any... doesn't have any restriction on it, i.e. doesn't say with immigration, visa, or anything like that. So I worked for a while, then toward the end of Obama era, they start enforcing the E-Verify. You know what? So just to cut you short, I know the question you're going to ask. Is it a problem that you worked without authorization? And the answer is, in this type of application, no, it's not a problem. They forgive that as well because your daughter has a citizenship and you are considered an immediate relative. So no, it's not a problem that you worked without authorization. Oh, okay. Okay. And how do I, are you guys, like, if I look you up on the net? You can find us on the internet, the law offices of Jumana Kairouz, or you can go to our website, yourrights.com, or you can just call our office number, yourrights.com, or our phone number is, and I'm sure Rami can give it to you off air, actually, our office phone number. All right, and you would take my case, of course. Inshallah. All right, thank you so much. Thank you, أستاذ علي. And we apologize, سيدة مريم, صار إلا 12 دقيقة ناطرة, منعتذر منك. تفضلي يا أهلا وسهلا. مو إشكال. مرحبا أستاذ سام. أهلا وسهلا مريم. أنا بصراحة عندي سؤالين. السؤال الأول إنه إحنا قدمنا, أنا وأفراد عائلتي قدمنا للجنسية بشهر الواحد, وبشهر الثالث جتني طبع أصابع 23/3, بس قالوا لنا انه هم غلقوا مغلقين بسبب كوفيد. هل صحيح بهذا التاريخ كانوا غالقين يعني؟
نعم، بداية الشهر الثالث بدأوا يدزون رسائل اللي يكنسلون مواعيد الفينجربرينت، بس بداية الشهر السابع والثامن بسنة 2020 بدأوا يعطون مواعيد جديدة للأشخاص اللي كنسلوهم. أنتم حاصلين مواعيد هسه؟ إذا ممكن السيدة مريم توطي الراديو نكون ممنونين. أنا من التليفون دا أحكي. ربما السبيكر كان مفتوح. نعم. فالسؤال إليك أنه أنتم ليه سما محصلين موعد البصمات؟ إحنا حصلنا موعد البصمات وكنسلوها، يعني ما رحنا لأنه كان كوفيد ولحد الآن ماكو لا حس ولا نفس. عادية. والشغلة العادية أنه كنسلوا موعد البصمات، الشغلة المو عادية أنه ليه هسه ما مطيكم موعد جديد. المفروض أنتم كنتم حصلين موعد يعني من على الأقل الشهر السابع إلى هسه المفروض كانوا مسوي لكم موعد. ف يعني أحسن شيء تقدرين تسوي أنه تخابرين USCIS، لو تروحين أونلاين على الويب سايت مالتهم أكو طريقة تقدرين تدزينهم مسج على الويب سايت، لو إذا تخابريهم تفهميهم أنه ليها سمم حصلة الأبوينتمنت للبيومتريكس. اللي نعرفه أنه أكو 300 لو أكثر من 300 ألف مواعيد كنسلوها، ودي يحاولون يعطون مواعيد لو يعطون مواعيد جديدة لهذول الناس إضافة على الناس اللي قدموا وراكم. بس إذا أنت عايشة بمترو ديترويت المفروض كان حصلتي هسة البيومتريكس الفينجربرينت أبوينتمنت. زين نقدر إحنا نروح لهم للدائرة إذا ما قدر أفوت على الويب، أروح للدائرة يستقبلونا؟ نو ما يستقبلوكم بسبب كوفيد. أي شخص يروح للدائرة لازم عنده رسالة بموعد يلا يخلوه يدخل. نعم إذا لازم نخابرهم أو نفوت على ويب سايت مالتهم. صحيح. نعم شكرا جزيلا. السؤال الثاني هو أنا عندي أخويا هو بهولندا متجنس هناك ويريد يجي هنا لأمريكا، أمه وإخوانه هنا، فيقدر بأي طريقة إنه يحصل يعني فيزا لهنا أو يقدر يجي هو وعائلته هنا؟ well, هو إذا عنده جنسية هولندية عادة ما يحتاج فيزا على مود يجي، يقدر يجي كأي مواطن ثاني من أوروبا. يستحقون يجون بدون فيزا، يبقون بس 3 أشهر على الأستا سيستم. بس بسبب الكوفيد حاليا أكو منع دخول مواطنين أوروبيين للولايات المتحدة، بس إذا يقدرون يحصلون على exemption، أو الإكزامشن عادة يقدرون يحاولون يحصلوها من الـ US Embassy موجودة ببلدهم. نعم يعني هو قصد أن يريد يجي ويبقى، يريد يبقى هنا يعني، يعني طريقة حتى يجي يستقر هنا. أوكي، إذا مو بس زيارة، إذا يريد يجي، أنت ورا ما تحصلين الجنسية تقدرين تقدمي له معاملة لم شمل، راح تطول هواية وقت 14 سنة. إذا الوالدة عندها جنسية هي تقدر تقدم له هو وعائلته، راح تأخذ 11 سنة. وأكو غير طرق، واحد يقدر يجي يحاول يبقى يعني فترة طويلة، أكو الإي فيزا يقدر يفتح مشروع يسوي investment، أكو فيزا دراسة يقدر يدرس بعدين يحصل فيزا عمل، لو إذا يقدر أدى شهادة يقدر يقدم على فيزا عمل. وإذا هذه 11 سنة إذا لم شمل، وإذا لم شمل الوالدة تقدم لو هي عندها جنسية راح تطول 11 سنة، إذا أنت تحصلين الجنسية وتقدمي لها تأخذ 14 سنة. نعم شكرا جزيلا الله يخليك. عفوا وموفق إن شاء الله. موفقة يا رب. وعنا الأستاذ حسان وبعد عنا 12 دقيقة ليلي بحب يسأل المحامي سام أي سؤال بخصوص الهجرة والتجنس 313-769-6666 كمان مرة 313-769-6666. أستاذ حسان تفضل.
مساء الخير استاذ جمانة، مساء الخير استاذ سام. يا اهلا وسهلا. عندي اختي من 2010 قدمت على الاي او ام وهي وعائلتها، واجاهم موعد تقريب السفر بال 2015 بس كنسلوا موعد السفر كانت لاسباب زوجيه وقتها، يعني كنسلوا الكيس كلها انه قالوا وقفوه. وراها صار طلاق بينها وبين زوجها وضبقت بالمحاكم وطلقت، اخذنا قرار طلاق بالفتره هاي فتره الطلاق، احنا رجعنا فتحنا القضيه واتصلوا عليها واخذوا معلومات. السؤال، المشكله انه اطفالها، انا محامي بالعراق بس الاطفال ما يقدرون يحصلون جوازات الا بموافقه الاب، والاب ما يقبل يعطي جوازات للاطفال. اكو طريقه انه نقدر نحصل جواز او ترافل ديكومنت قبل انه ما يعطوهم الفيزا تبع الاي او ام؟ تعتمد على قوانين الدوله. اكو دول تقبل انه يعطون جوازات للاطفال اذا واحد من البيرنت مالتهم عدى الفول كاستدي، يعني عدى كل الحقوق والثاني ما عدى اي حقوق. اذا الشخص عدى كل الحقوق ما راح يحتاج ياخذ رخصة من الاب اذا هي عدها كل الحقوق. بس اذا ما عدها، اذا مطيهم مثل جوينت كاستدي، لو قوانين البلد يقول لازم الأب عدق يعني حق بحياة أطفاله حتى لو إذا كانك وصار أي شيء بيناتهم، بذاك الوقت لازم يأخذون رخصة من الأب، ماكو إلها أي طريقة ثانية. هو هذا اللي يصير. أشكرك أستاذ سام. هم ما يقبلون إلا موافقة الأب حتى إذا عدها، لأن الأطفال بعدهم تحت السن. أعرف بس عادة أكو قرار من المحكمة يخلي واحد من البيرنتس يأخذون كل حقوق، يعني كاستدي يسموها فول كاستدي مو جوينت كاستدي. اتهمتك أستاذ سام، بس المشكلة أنه القانون العراقي ما يقبل إلا بموافقة الأب والأم، ما يعطون. فكنت أنا سؤالي أنه إذا نقدر نحصل تربل ديكومنت أو شيء، أنه بغض النظر عن الجواز العراقي، لأن الجواز العراقي ما راح نقدر نطلع. لأنه قوانين أمريكا لازم تتابع قوانين الدولة اللي أشخاص يجون منها. فإذا العراق تقول ما نطي هذول الأطفال جواز لأنه ما يصير يسافرون بدون ما يأخذون رخصة من الأب، القانون الأمريكي راح يتابع هذا الشيء لأنه يخافون على parental kidnapping، يخافون على يعني الأطفال يروحون يطلعون بلد والواحد من الأهل بعد ما يشوف أطفاله. صحيح، واضح الفكرة. شكرا أستاذ سام، شكرا على وقتكم. Thank you. عفواً، موفق إن شاء الله. حسان، قبل ما ناخد اتصال الأستاذ صلاح بطريقة سريعة، عنا كتير أسئلة تحت الهواء. واحدة منهم، هل المساعدات الأولى للمرة اللي مرقت للكورونا هل تؤثر سلبياً على أي قضية للجوء؟ وشكراً. ماكو أي تأثير لمساعدات كورونا للستيمولس باكيج اللي طلعت ولا الانمبلويمنت. الشخص اللي ياخذ هاي المساعدات ما يأثر على القضية اللجوء مالته، ما يأثر على قضية الجرين كارد إذا هو كان مقدم على جرين كارد، ولا يأثر على تقديم الجنسية. ماكو إلا أي تأثير بأي معاملة هجرة. شكرا جزيلا. عنا الأستاذ صلاح على الخط، وبعد فينا ناخد اتصال أو اثنين. للحقيقة ما رح يسمح لنا الوقت نجاوب على الأسئلة على السوشيال ميديا اللي وصلت لنا اللي هي عديدة جدا. أستاذ صلاح تفضل. مساء الخير أستاذ سام، مساء الخير. مساء النور. يا أهلا وسهلا عزيزي. سؤال بالنسبة للسينيور سيتيزن اللي بده يقدم فحص للجنسية، ممكن يقدمها بغير اللغة الإنجليزية ولا لا؟ الفحص يقدمه بغير لغة الإنجليزية؟ نعم. تقديم الفحص راح يجي من الدكتور اللي يكمل الابليكيشن، لازم الدكتور يكملها باللغة الإنجليزية.
ما عنده اختيار يكملها باللغة العربية وبعدين يترجمها، ما يقبلون على ترجمة للفحوصات له medical exam waiver اللي انت تحكي عليها. ما بعرف تعتبر medical exam ولا لا، بس عندي ابو زوجتي عمره قريب 80 سنة بده يقدم على الجنسية ولغته الانجليزية تعبانة، في مجال يقدم بغير اللغة الانجليزية. صحيا ما في شيء نقلك والله. الله يسلمه. السؤال إيش قد صار لعد الجرين كارد؟ فقدنا الاتصال سام للأسف، بس فاضل معانا أعتقد اتصال آخر وآخر اتصال إذا سمح الوقت جمانة، بعدنا سام على الهواء. No problem. نعم. تفضل سام. بس يعني يرادنا بعد معلومات. نعم. بس إذا كان عد الجرين كارد أكثر من 15 سنة راح يستحق لي يقدم على الجنسية بدون ما يأخذ الامتحان باللغة الإنجليزية. نعم، معنا المتصل أيضا اسمه سام على فكرة. سام. أوكي. مرحبا. أهلا مرحبا. أوكي، عندي سؤال ما أعرف إذا هو ضمن البرنامج أو لا، لأن كنت تحشن على الستيمولس تشيك، أنا ما حضرت البرنامج من البداية. عندي والدي ووالدتي سويت التكسات مالتهم وياي last year وما إجالهم التشيك 1200. زين هسه سمعت اكو ناس تسوي هالتكسات وحدهم يعني فور 2020 ودفعت لهم ال 1200. بعتذر بس هيدا السؤال خارج موضوع الحلقة اليوم، ما تاخذنا عن هيدا الموضوع. سام اذا بتسمح لي، المحامي سام اذا بتسمح لي اسالك بعض الاسئله اللي اجتنا تحت الهواء بطريقه. نعم. عنا كتير وقت، عنا أقل من 5 دقايق. سيدي فاطمة بتقول I have an asylum case من سنة 2016. I have been a good paying tax. I have been paying taxes for 3 years and I have not received any help from the government. I didn't even get an interview for my green card up until what is going on? When can I get my green card? What's going on is the past immigration policies of the past government, and we're hoping with the new government things are going to change and things are going to be more orderly and efficient. Hopefully عن قريب راح تحصل interview, but it's going to take some time before the changes actually take place in the immigration in US. أوكي. السيدة مجدة بتقول عندي جنسية أمريكية وقدمت إلى ابنتي منذ سنة، هل في أي طريقة لتسهيل معاملات لم الشمل؟ حاليا ماكو تسهيل، أكو كلام أنه يريدون يسهلون ويسرعون معاملات لم شمل، بس ما عندنا أي تفاصيل على هاي التسهيلات، ورح تأخذ يعني أكثر شيء قرارات من الكونغرس قبل يقدرون يسرعون هاي أنواع القضايا. سيدي وردة بتقول بالنسبة للأشخاص في العراق الذي طلع لهم الموافقة الأمنية وبقي السفر لهم وتأجلت، ما هو مصيرهم؟ إذا تأجلت فترة طويلة أكيد رح يقولوا لهم لازم يسوون تشيك الأمني مرة ثانية، لأنه التشيك الأمني بس يعني يقدرون يستعملوه إذا كان سنتين لو ثلاثة مدة مالته، إذا صار expired لازم يسووه من جديد وراح يأثر القضية بعد أكثر. بس حاليا صعدوا أرقام الرفيجيز، راح يبدون يستقبلون أكثر ناس خلال الـ IOM بهالسنة والسنين الجاية، فإن شاء الله الانتظار راح يقل مثل يعني مو مثل قبل. السيدة جنان بتقول أنا عراقية وابن أختي حصل للجوء في تركيا منذ سنتين ولحد الآن لم يسمح له بالمجيء. نعم، وهذا بسبب التأخير بالأرقام، الأشخاص اللي خلوهم يجون خلال الـ IOM قللوا الأرقام إلى 10,000، هسه صعدوا الأرقام ورح يبدون يستقبلون أكثر ناس. أوكي. في عنا سؤال هون عم حاول ابنتي عمرها 11 سنة، هل تقدر هل هل هل, هل
بتقدر تقدم على الداكا؟ الداكا نوع البروجرام اللي تخلي الأشخاص أقل من 18 سنة لو أقل من 16 سنة المفروض أقول يقدمون على work authorization إذا إجوا للولايات المتحدة قبل سنة 2012 وطبعا أهلهم المفروض كانوا يجيبوهم إذا تستحق تقدر تقدم. سيدي زهرة بتسأل بحال الزوج مجنس وجاب زوجته إلى هنا قدي بده وقت لتقدم على الجنسية؟ الشخص اللي حصل جرين كارد خلال الزواج ويبقى متزوج ثلاث سنين وعايش ويا الزوج لو الزوجة مالتهم يقدرون يقدمون خلال سنتين وتسع أشهر ورا ما يحصلون الجرين كارد. اوكي بفتكر الوقت خلص. منشكرك كتير على هالمعلومات القيمة المحامي سام سيف. شكرا جمانة. شكرا لك. منحب نذكر انه هيدي الحلقة لح تكون موجودة قريبا جدا على دو يوتيوب شانل جمانة كيروز يوتيوب شانل ليلي بحب يتسمع يوم جديد. لرامي لجهوده بهذا الموضوع. لبكرة إن الله راد. We hope everybody will stay safe in this weather.